مستمر أولى فقراتنا لليوم رح نروح فيها بعالم الإنترنت. كثير مننا صار عنده إدمان على الإنترنت، ليل نهار ماسك الموبايل وعم يشيك على الإنترنت وعم يشوف شو صاير أحداث، شو في أخبار. دائما الإنترنت هو سلاح ذو حدين. رح نحكي أكثر عن نوع جديد من الإدمان وهو إدمان على الإنترنت. بصيرنا نرحب الدكتور المهندس طارق الساطي اختصاص معلوماتي. صباح الخير دكتور. يسعد صباحك. اهلا وسهلا فيك. اهلا وسهلا فيكم. يسعد صباحك واهلا وسهلا فيك. يسعد صباحك. بالبدايه خلينا نتعرف شو هو الادمان الالكتروني. هلا طبعا الادمان الالكتروني هو نوع من انواع الاضطرابات اللي بيعاني منها بعض الاشخاص. هي الاضطرابات بتدفع الشخص لحتى يصير يستخدم الانترنت بشكل قهري او بشكل قسري، فبصير دائما بحاجه انه يتصفح مواقع الانترنت، يتابع الاخبار، يتابع مثل ما تفضلت الان سلايا، يتابع وسائل التواصل الاجتماعي. هلا طبعا استخدامات الانترنت ممكن نحن يعني تكون ضمن الحدود الطبيعيه او الاستخدام الطبيعي للانترنت، مثلنا مثل الاشخاص العاديه ممكن يكون عم يستخدم الانترنت لحتى مثلا بوظيفته، ممكن يكون طالب عم يستخدم الانترنت لحتى يعمل شويه ابحاث، هذا الاستخدام الطبيعي، او ست البيت عم تدور على مثلا طريقه طبخ، او هذا الاستخدام الطبيعي وهذا الاستخدام اللي هو لازم يكون، المفروض لازم يكون هيك. هلا في نوع من الاستخدامات هي بتكون فوق الطبيعيه، يعني بتوصل احيانا لمرحله الهوس، يعني ممكن الشخص يكون هو نايم بالليل في يتصفح مثلا الفيسبوك، هذا ممكن يكون وصل يعني يوصل فيه لمرحله الهوس. هلا مرحله الادمان هي مراحل متطوره بحيث انه الانسان بحس اذا ترك الانترنت او ترك خلينا نقول الاجهزه الالكترونيه بشكل عام، بحس حاله انه هو عايش بحاله قلق، عايش بحاله توتر، مثلا اذا ممكن فصلت الانترنت يصير عنده عصبيه نرفزه اذا بعد عن الانترنت او عن التجهيزات الالكترونيه. فبالتالي يعني خلينا نصنفهم ثلاث تصنيفات، اعلى واحد هو الادمان، والادمان يعني نحن بنحكي عن الادمان وقت بيكون في ضرر على الانسان، يعني كثر الاستخدام ممكن يسبب ضرر على الانسان. نعم دكتور، يعني كثير من الاشخاص عندهم شغلهم هو على الانترنت او على التكنولوجيا، وكمان عندهم قلق من شغلهم. شو الفرق بين ادمان العمل على الانترنت وادمان الانترنت للتصفح فقط او التكنولوجيا؟ هلا حقيقه نحن الادمان يعني العمل اللي نحن يعني هلا انا مهندس معلوماتيه، بتلاقيني في الصبح فورا بشعل اللابتوب بقعد على الانترنت. هذا شيء طبيعي، يعني هذا ممكن يكون ضمن عملي، فبالتالي انا مضطر اني استخدم الانترنت بشكل دائم ومتواصل، فبتلاقيني طول النهار يا على الانترنت يا اما على الموبايل. بس هذا ما بيعني اني انا ما بمارس حياتي الطبيعيه، مثلا ممكن اطلع على الجامعه ادرس، ممكن زيارات، يعني مسا بنام بطفي بنام ما عندي مشكله فيها. فهذا يعني فينا يعني نصنفه تحت يعني العمل على الانترنت، هذا شيء طبيعي، هذا يعني ممكن ما يكون وصلنا لمرحله الادمان. بس في انواع من الـ يعني خلينا نقول الادمان على الانترنت ممكن تصنف، خلينا نقول في ادمان يعني عادي ممكن انه يكون مدمن بس ما بتسبب ضرر على الانسان، مثلا مثل الالعاب الالكترونيه هو واحد من انواع الادمان على الانترنت. اليوم الالعاب الالكترونيه بشكل كثير كبير، خاصه يعني حتى الاطفال الشباب. هلا اذا كان هذا اللعب على الانترنت او استخدام هاي الالعاب الالكترونيه عم يكون ضمن حدود الطبيعيه، فيعني ما بيوصل لمرحله الادمان، ولكن في نوع من الالعاب ممكن تكون مؤذيه للانسان. وسمعنا بالفتره الاخيره عن العاب الكترونيه كثيره، ما حاذكر اسمها، ولكن ممكن توصل لحالات الانتحار. فهذا النوع من الادمان على هذا النوع من الالعاب الالكترونيه اللي هي تتحكم بعقل المراهقين الشباب، ممكن توصلهم لافعال اجراميه، وممكن توصلهم لحالات الانتحار، وسمعنا كثير حول العالم عن حالات الانتحار اللي كان سببها العاب الكترونيه. فينا كمان نقول من انواع الادمان الالكتروني هو وسائل التواصل الاجتماعي. وسائل التواصل الاجتماعي طبعا اليوم كلنا بنستخدم وسائل التواصل الاجتماعي، ممكن نستخدمها بشكل طبيعي، نزلت صورتي، قلبت، شفت شو في اخبار جديده، حاله الطقس، هذا ضمن الاستخدام الطبيعي. بس وقت نوصل لمرحله انه نحن فعلا بنضل الاربع الصبح قاعدين ناطرين خبر جديد ينزل، او عم عد قديش عدد اللايكات، هون صار في هوس،
هلا ممكن ما يكون ضررها مثلا مثل ضرر الالعاب الالكترونيه اللي ممكن توصل للانتحار، ولكن هون يعني اي ابتعاد عن وسائل التواصل الاجتماعي بصير عنده حاله من الاضطرابات النفسيه، وهي اللي ممكن انه نحن نحاول انه نبعد عنها. هلا في انواع من الادمان الالكتروني ممكن يكون تصفح خلينا نقول بيع وشراء على الانترنت، في ناس بيحبوا يفوتوا يشوفوا شو في اخبار جديده مثلا يتسوقوا عن طريق الانترنت، هلا في حاله طبيعيه انا بحاجه لشغله فتت على الانترنت مثلا ممكن اشتريها، بس في ناس اكثر من هيك يعني ممكن توصل معهم شو يمكن شو الجديد شو القصص بدهم يدوروا على الاشياء الجديده الموضه بهالوقت تمام ممكن يصرفوا مصرياتهم كلهم مثلا تمام. على فهي الحاله هي ممكن نحن نسميها وصل لحالة الإدمان. هلا هدول يعني من الأشياء اللي ما كتير بتسبب ضرر على الإنسان، بس ولكن في نوع من الإدمان ضرره كتير كبير على الإنسان. رح نحكي هيك عن بعض يعني عن بعض الأنواع من الإدمان الإلكتروني. في عنا مثلا مواقع إباحية، للأسف إنه اليوم منتشرة بشكل كتير كبير، وفي جهات خارجية طبعا عم تستهدف جيل الشباب واللي بتسوق الإباحية عبر الإنترنت. هذا النوع من الإدمان هذا إدمان كتير خطير، لأنه هو بيأثر على صحة الإنسان وبيأثر على المجتمع. يعني بيحاول إنه يوجه شيء جيل الشباب مثلا نحو الإباحية، نحو اللي هي خاصة نحن كعرب خارج عن كعقلية شرقية مثلا خارج عن العادات والتقاليد اللي نحن منعيشها. فهذا نوع من الانواع الخطيره. هلا في مثلا من الادمان الالكتروني ممكن نوصل للقمار، وهذا نوع كمان خطير. يعني في مواقع بتقدم القمار عبر الانترنت، طبعا ممكن يسبب هذا له مشاكل كثير. الادمان على القمار مثل انه انا مدمن على القمار بشكل عادي بشكل افتراضي، كمان ممكن يكون في ادمان على القمار بالانترنت، وهذا كمان ممكن يكون هذا نوع من الادمان كثير خطير، خاصه ممكن يوصل لمراحل الافلاس، مراحل كثير يعني بالشخص. في نوع كمان من الادمان الالكتروني واللي هو جدا خطير هي المخدرات الرقميه. المخدرات الرقميه طبعا هي بلشت كان اسمها المخدرات الموسيقيه. هذا النوع من المخدرات الرقمية بيعتمد على حاسة السمع. يعني ممكن يكون في تسجيلات صوتية، هي التسجيلات الصوتية بيجي المدمن بيحطها على أذانه. هي التسجيلات الصوتية بتعطي فرق بالتردد بين الأذن اليمين والأذن اليسار، اللي بتدفع الدماغ لحتى يولد كهرباء معينة. هي الكهرباء المعينة هي بتوصله لحالة النشوة، مثل ما المخدرات العادية بتوصله لحالة النشوة. ليش؟ لأنه الدماغ بحاول أنه يركز لحتى يفهم هالفرق بالترددات بين الأذن اليمين والأذن الشمال. هلا هذا النوع من المخدرات هي نوع كتير كتير خطير. منتشر عنا؟ لا هلا منتشر، ما في إحصائيات يعني موجودة، لأنه هو محارب عالميا. يعني بيحاولوا كل المواقع اللي بتحاول تقدم هالمقاطع الموسيقية، هي المقاطع الموسيقية ممكن تكون منتشرة مو طريق الانترنت يعني بس تمام. معناتها في كتير مجهود لجذب الشباب او المراهقين انه يسمعوا. يعني يمكن هلا للامانه ما يعني بيخطر على بال اي مراهق انه مثلا يحط مقطع موسيقي ويسمعوا، يعني الا ما يكون في ترويج. فهون هي النقطة كثير مهمة انه هلا هي النقطة كثير مهمة، لانه نحن اي شيء بيأذي الجسد او النفس نحن عم في تجار عم يلعبوا عليه، في مافيات عم يشتغلوا عليه بشكل كثير فظيع خارجية طبعا. اكيد هلا طبعا في تحريم دولي لهذا النوع من انواع المخدرات. هلا تأثيرها السلبي ما بيكون مثل المخدرات الكيميائية أكيد. لانه هي مخدرات نفسية ممكن يكون تأثيرها مؤقت، ممكن تسبب لحالات من الاغماء، ممكن تسبب لحالات من يعني تاثر نفسيا، ممكن توصل لمراحل معينه من 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 حالات الانتحار، او يعني مثل المخدرات الكيميائيه اللي ممكن تكون منتشره. هلا في تحريم دولي لهذا النوع من المخدرات، في حجب للمواقع اللي بتقدم هذا النوع من المخدرات، ولكن يعني حسب القراءات انه اللي عاده هو المدمن على المخدرات العاديه اللي منتشره ممكن اذا ما كانت متوفره هو اللي يروح باتجاه المخدرات الرقميه. مثل ما تفضلتي انه مو اي شاب او مراهق
ممكن الا اذا حدا دله عليها او حدا قال له عليها او هو فعلا مدمن على نوع من انواع المخدرات بيتجه لهذا للمخدرات الرقميه. ولكن لازم ننتبه لهذا النوع خاصة بين المراهقين والشباب، يعني مثله مثل مثلا الدخان او مثله مثل خلينا نقول لازم دائما يكونوا تحت المراقبة ضروري، يعني لازم يكون تحت المراقبة. فبيقولوا في مجموعة من الدلائل بتدل انه هذا مثلا الشاب او هذا الشخص هو عم يتعاطى المخدرات الرقمية. طيب خلينا نعرف شو هي الدلائل وشو هي اسباب الادمان الالكتروني بشكل عام برأيك؟ هلا يعني المخدرات الرقمية اذا ركزنا شوي عليها كدلائل لحتى نعرف انه هذا الشاب مثلا او هذا الشخص بجوز يكون كبير بالعمر، اول شيء هو بحب الاضاءه الخافته لانه الاضاءه الخافته بتعطيه هذا الجو. اذا كان مثلا فتنا على الغرفه لعنده بنلاقي هو مطفي كل الاجهزه الكهربائيه، ليش؟ لانه هي الاجهزه الكهربائيه بتشوش على الصوت. تمام. فهو بيطفي كل شيء، بيعمل اضاءه خافته بالاوضه، بيكون حاطط السماعات على اذنه ومركز، واحيانا ممكن انه يربط عيونه او يحط هيك يعني شيء قماش على عيونه لحتى يحسن يركز ويوصل لمرحله النشوه بالمخدرات الرقميه. فبالتالي يعني نحن اذا لقينا هذا النوع ممكن يكون عنده حاله من الغموض، حس بحاله من الغموض. ببعض المراجع بيقولوا انه حتى ممكن يكون بيحب الالبس يلبس شيء هيك فضفاض مثل ما واسع. فهي اذا كانت موجوده ممكن احنا نحاول نراقب اكثر هذا الشخص. طيب راقبنا كيف ممكن الاهل يتعاملوا مع هلا التوعيه؟ المراهق عندهم وعم بيعاني وهو بشكل يومي يمكن يسمع الانواع من التوعيه هي كثير مهمه، والمراقبه يعني التوعيه بحال غياب الاهل عن هذا المراهق ممكن تكون رادع له. يعني شو ممكن تكون مثلا نتائجها، وين ممكن توصله، ممكن توصل لمرحله من الانتحار. هلا ممكن ببعض الحالات ممكن لاهلهم ممكن ببعض الحالات يروحوا باتجاه العلاج النفسي. تمام. بحيث انه يكون في اشخاص مختصين نفسيا هن يتابعوا حاله المراهق، ممكن يلغوا الاسباب اللي هي كانت سبب لتوجهه باتجاه المخدرات الرقميه. بس يقولوا له مثلا نحن عرفنا انك انت هيك عم تسمع، او عرفنا انه مثلا صار معك عليهم. يعني لازم يواجهوه ولا لازم يخبوا يعرضوه على اخصائي نفسي من غير ما يعرفوا؟ حقيقه انا اختصاصي تقني، يعني انا ما بحسن كثير احكي في الامور النفسيه، عم نحاول نغطي الموضوع من الجانب التقني. بس انا بتخيل انه ممكن نوصل لمراحل يكون في شخص مختص يعرضوه عليه لحتى هو يقيم الحاله وهو. طيب هلا خلينا نرجع لكان للاسباب، شو هي الاسباب بشكل عام انه منتشر الادمان الالكتروني عند الكبار وعند الصغار بهالوقت؟ هلا انا بتخيل مثلا واحده من الاسباب هو الملل والفراغ، يعني وقت الانسان ما بيكون في شيء يشغل وقته ممكن يتجه لوسائل التواصل الاجتماعي او الالعاب او 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 خلينا نحكي عن النوع الاول من انواع الادمان. فممكن انه يعني يروح بهالاتجاه ويحاول انه يقضي وقت ويقطع وقت على شبكات التواصل الاجتماعي. هلا اذا كان السبب الملل والفراغ ممكن نحن مثلا العلاج يكون ب يعني خلينا نقول اعاده ترتيب الامور الحياه. مثلا انا بدل ما اقعد اشتغل على اتصفح هي مواقع التواصل الاجتماعي بعمل نشاط اجتماعي، ممكن اطلع مع رفقاتي، ممكن اعمل شيء بحياتي، سجل نادي، العب رياضه، يعني ممكن انه يكون تمام مثلا يعني هذا العلاج بحاله الملل والفراغ بالاوقات. هلا في اسباب ثانيه مثل مثلا خلينا نقول العزله الاجتماعيه. في بعض الاشخاص اللي هن ما لهم قادرين يعني مثلا تلاقيهم اجتماعيا عندهم ضعف اجتماعي، فهدول بيلجأوا للانترنت لحتى انهم حتى احيانا بيفوتوا باسماء وهميه على شبكات التواصل الاجتماعي، بحاولوا يشاركوا، بحاولوا يعملوا دردشه لانه هن مثلا عندهم عزله اجتماعيه، فبيلاقوا المكان المناسب هو مثلا وسائل التواصل الاجتماعي. وحتى هذا الادمان يعني نحن اتفقنا انه اذا وصل لمرحله معينه اوكي ماشي الحال، بس اما اذا صار وصل لمرحله الهوس ومراحل متقدمه هون بقى بتصفي
الخطورة. لازم يراجعوا اخصائيين اجتماعيين. دكتور نحن حكينا بكثير نقاط، هي خليني بس نوه، هي لحتى نوعي الاهل باي يمكن سلوك خاطئ ذكره الدكتور، فلازم نحن فورا ننتبه لاولادنا، واكيد رح نناقش هذا الموضوع مع يعني مع ناس مختصه لحتى نعرف وين بدهم يتجهوا الاهل بهذا أكيد. الموضوع أكيد. يعني يعني مثلا انا هذا الادمان الرقمي او شيء هي اول مره، المخدرات الرقميه انا اول مره، انه الجيل القديم بجوز يعني ما يعرفها تماما، انا اول مره بسمع فيها مع انه انا كثير متعمقه بهذا الموضوع، ولكن وانا احيانا ممكن اني اتردد اني احكيها تماما لانه يعتبر تسويق او تفتح عيون. بس هون نحن في شيء بين الشباب منتشر بجوز الجيل القبل ما يعرفه، فلازم هو يعرفه، لازم يعرف انه في هيك. ولكن دكتور خلينا نحكي بنقطه، بما انه حضرتك كمان ايضا بتعطي دروس معلوماتيه الجامعة، وعندنا أنواع كثيرة من المتفوقين، من يعني ممكن يعملوا بحث، طرقتوا لمواضيع الإدمان الإلكتروني بالجامعة، خليتوا هدول الشباب هن ممكن يلاقوا حلول أو ممكن الحقيقة هو كاختصاص يعني ممكن نتبعه لعلم النفس أكثر من صحيح. هندسة، ولكن مشاكل الشباب بالجامعة من حيث المعلوماتية هلأ حقيقة أبحاث أنه قمنا فيها نحن اختصاصنا برمجة وأمور برمجية، فبعيد شوي عن في من هذا الاختصاص بيسبب إدمان مثلا، يعني صار معك هيك كهندسة معلوماتية؟ كهندسة معلوماتية هلأ أنا مدمن بالطبع ليه؟ لأنه نحن شغلنا يعني انا حقيقه وقت بوصل مثلا لمرحله اذا كانت الانترنت طافي بحس بتوتر، يعني في توتر صح؟ ايه بس لانه هذا عملنا يعني مثله مثل اي عمل ثاني، فهل فينا نصنفه كادمان؟ هلا ممكن هون الاختصاصيين النفسيين هن اللي يساعدونا أكثر بهذا الموضوع، انه نحن فينا نوصفه كادمان ولا هو اذا انا حسمت اني اكسر هذا الروتين طلعت منه باماكن معينه، فممكن يعني ما يكون ادمان بالمعنى الحرفي لهذا الموضوع. نعم اكيد، وكل شيء بيستخدم باعتدال بيكون عادي وطبيعي، ودائما يشغلوا حالهم بالنشاطات الرياضيه والاشياء اللي ممكن يستفيدوا منها. شكرا لك، شكرا لمعلوماتك القيمه. يا اهلا وسهلا. اكيد نشكرك كثير، ودائما يكون اتجاهنا لنا ولطلابنا ولدكاترتنا اكيد انه نحن نستخدم التكنولوجيا بشيء يفيدنا، يفيد المجتمع ويطورنا. اكيد اتشكرك كثير، ميرسي لك المعلومات اللي قدمتنا. وانا سعيد بوجودي معكم وبتشكركم على اللقاء. اهلا وسهلا.